السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الثاني من السلسلة التعريفية الخاصة ببرنامج بلندر. إن شاء الله هنتعلم النهاردة إزاي أرتب مشهد أو أحط الحاجة في المشهد بتاعي بدقة، وفي نفس الوقت إزاي أدخل حاجات جديدة من جوه البرنامج. طبعا إن أنا أدخل حاجات من بره بتعتمد على الفورمات اللي أنا هشتغل بيها، يعني مثلا لو أنا هدخل شجرة يبقى اف بي اكس، لو هدخل اوتوكاد يبقى دي اكس اف مش دي دبليو جي. يعني ديت هناخدها ان شاء الله في يعني في تطبيق اكتر منها ان هي تبقى في السلسله التعريفيه، لانها بتعتمد على بعض الادونز اللي ممكن تكون مش موجوده، وفي بعض الحاجات كده بتبقى محتاجه تطبيق. يعني مثلا بلان عايز اسيفه اوتوكاد، فبالتالي ادخله ازاي؟ فيبقى كأنه درس خاص بتطبيق معين، لكن هنا احنا بنتعرف على البرنامج بشكل سطحي بدون التدخل في أمثلة ظاهرة أو تطبيقات مباشرة يعني. فنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنت بتلاقي المشهد بتاعك كده بالثلاث حاجات اللي بيبقوا موجودين في المشهد الجنرال، اللي هو الكيوب الفظيع والكاميرا واللايت سورس. تمام، في عندك هنا تول سيت كده غالبا هي بتبقى اكسسبل بالدبليو اي ار، وده طبعا الجايرو اللي هو الشامل ثلاث حاجات بتوع ترانسفورميشن او التحويل. وفي عندك هنا اداة غريبة اسمها كيرسر. الكيرسر ده يمكن من الادوات القديمة اللي موجودة في بلندر، يعني اول حاجة كان الواحد شافها انا فاكر في بلندر 2.45 تقريبا، كنت شايف الكيرسر ده ومش فاهم عامل ايه بيه. يعني كنت تدوس ليفت كليك كده زي الناس تلاقي في حاجة بتتحرك، طب ده مين ده؟ وبعدين تدوس رايت كليك ما يطلع لكش منيو، كان يبقى كده يعني تلاقي بدل بقى ما ده ينط تلاقي لا في يعني ما فيش حاجة بتحصل. فكان الرايت كليك بيختار الحاجة، وبعدين عشان كنت تطلع بقى ريكتانجل او كده يبقى تدوس بي وبعدين تعمل سيلكت على الحاجة اللي انت عايزها. يعني هنا كيو بتختار عادي، كنترول ايه بيختار كله، كنترول ايه تاني بيختار بيأكد الاختيار. زمان كان ممكن تدوس ايه يعمل دي سيلكت، لكن دلوقتي الايه لوحده بيعمل يعني زي زوم اكستنس للسين كلها، اللي هو في الماكس لما انت بتعمل دي سيلكت لكل حاجة وتدوس زد بيجيب لك المشهد كله. لا هنا الزد بيعمل فريم على الـ او فيو سيلكتد، يعني بيشوف الحاجه اللي انت مختارها وبيزوم عليها. طبعا انا غيرته من اف وحكينا الحكايه دي في الدرس اللي فات. لكن ايه بيعمل زوم اول، يعني بيشوف المشهد ككل. تمام، بس فكنترول ايه بيعمل سيلكت اول زي اي برنامج الحمد لله. كان قبل كده ايه فقط هو اللي بيعمل سيلكت اول، وبعدين لو دوست تاني بيعمل دي سيلكت اول. قصة غريبة شوية. تمام، حلو جدا. فإيه الكيرسر ده؟ الكيرسر ده ليه وظائف متعددة، منها إنك أنت مثلا تحدد هتحط الحاجة فين. يعني لو نفترض أنا شاورت كده هتلاقي البلين نزل في مكان الكيرسر، عايز أنا هنا بلين تاني يتحط برضو أو سيركل. السيركل هنا الغريب بقى إن هي محطوطة تحت بند المش، وهي مش مش هي تعتبر كأنها سبلاين بس بتعمل نفسها مش مش عارف. خدوا بالكم إن هنا الكيرفز يعني الميكانيزم بتاعها مختلف شوية، يعني أنت ممكن تلاقي أنواع كيرفز تحت بند مش، يعني هي مش فعلا لكن هي باينة إنها سبلاين. فانت ممكن بسهولة جدا تحول اي حاجة لاي حاجة هنا يعني، بس خلينا بس في اللي احنا فيه. فانا لما حطيت كده لقيت في سيركل اتحطت في مكان الكرسر، لو جبت تاني اد هتلاقي كيوب تاني وهكذا. حلو جدا. طيب في بلندر السيلكشن مختلف شوية عن البرامج التانية، يعني هو او نتكلم عن 3 دي اس ماكس يعني كحاله احنا بنشتغل عليها. فلو انا دوست على السيلكشن تول، في على فكره سيلكشن مودز تانية لو انتوا حابين بتدوس يعني مطول على الزرار بتاع السيلكشن هتلاقي فيه ادوات تانية يعني، لكن ده اللي غالبا بنستخدمه يعني. فلو شاورت عليهم كده هتلاقي فيه حاجات معموله بالبرتقاني الغامق وواحد فيهم بس هو اللي واخد برتقاني فاتح.
ده معناه انه اكتيف اوبجكت. يعني ايه اكتيف اوبجكت؟ يعني ده اللي هيحصل ليه، يعني هو بيتاخد كمرجع في بعض الاوامر اللي احنا هنشوفها دلوقتي. فعلى سبيل المثال لو حبيت مثلا اعمل موديفاير وليكن سوليديفاي مثلا اللي هو شيل في الباكس، يعني هتلاقي ان الامر هيشتغل فقط على البوكس اللي هو الاكتف النشط. لو انت عايز تطبق الكلام ده على بقية الاوبجكتس بسيطة جدا، كل اللي هتعمله هتخش على اوبجكت وتعمل ميك لينكس موديفايرز، فبالتالي هياخدوا نفس الايه الموديفاير. تمام. فطبعا هو بيطبقها على الحاجات اللي ينفع يتطبق عليها، يعني هنا اللايت لا مفيش يعني سوليديفاي ليه بالظبط، فهو بيبقى ذكي. في الماكس لا، لو عملت حاجة زي كده بيقول لك لا ما ينفعش تعمل بيست انستنت موديفاير، ويقعد يدخلك في حوارات كده بايخة يعني. فهنا لا، هنا مفيش الكلام ده يعني. مش عارف دي ممكن تبقى مثلا عيب ولا ميزة، بس اعتقد ان هي ميزة ان هي معمولة بالطريقة دي. الماكس لا، في بعض الحاجات كده بتبقى رخمة جدا، وخصوصا في الجروبس والحاجات دي. هنا مفيش جروبس بالمفهوم الصحي اللي احنا عارفينه في الماكس يعني. فالاكتف ده هو المحور بتاعي، يعني الاوبجكت المرجعي. فلو انا مثلا دوست رايت كليك هتلاقي في منيو كده اسمها سناب، فانت لو قلت مثلا سيلكشن تو اكتف فهو ده الاكتف، يعني معنى كده ان الاوبجكتس دي كلها هتخش في نص الايه الاكتف اوبجكت. نشوف كده اهو كده، انا عملت الاين سريع لكل الاوبجكتس جوه الايه البوكس ده. حتى لو حركتهم كده هتلاقي ان هم كلهم كونتيند على نفس الاوريجين بوينتس، فدي حاجة كويسة جدا. ففي نفس المنيو على فكرة انك انت ممكن تعمل سناب تو كيرسر، يعني انت مثلا الكيرسر ده انا عاوزه يتحرك على البوكس ده، فبدوس شيفت فده كده بقى الاكتف بتاعي. يعني لو انا دوست شيفت مثلا على الدايره هتلاقي ان دي بقت الاكتف بتاعتي. فهنا عشان تضيف اختيار او تغير الاكتف اوبجكت بتدوس شيفت. يعني لو انا مثلا عايز اختار الكاميرا دي معايا بدوس شيفت، وايه بتضاف معايا في الاختيارات. طب افرض انا عايز اشيل الثلاث حاجات دول، بدوس كنترول وبشيلهم من الاختيار بتاعي، على غرار الماكس ان هو بيشتغل كنترول والت، يعني كنترول بيضيف والت بي ماينس السلكشن. هنا الت ما بيعملش حاجه في السلكشن، يعني كنترول بي ماينس وشيفت بي اد، تمام، بيضيف على الاختيار بتاعك. حلو جدا كده، احنا عرفنا الاختيار ماشي ازاي. طبعا احنا هيبقى في وضوح اكتر للاكتف في الدروس الجايه ان شاء الله، هيبان ايه الاكتف ده يعني برضو بيشتغل ازاي. في برضو حاجة كمان في حكاية الاديشن، انك انت ممكن تخلي الكيرسر ده مثلا يعمل اوريجين. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اخلي البوكس ده يلف حوالين الكيرسر ده، بدوس رايت كليك كده هتلاقي فيه سيت اوريجين تو 3 دي كيرسر، فمعنى كده ان الاوريجين بتاعتي هتروح على 3 دي كيرسر. فدي برضو من وظائفه ان هو بيحدد يعني بيكون مؤشر للمحور اللي انا عايز اشتغل عليه. فده برضو بيبقى لطيف جدا في السيمترية بقى، لو انت بتعمل ميرور موديفاير او مثلا عايز تحرك حاجة على محور معين بسرعة، فممكن برضو تدوس على الكيرسر ده. بس لو تلاحظوا ان الكيرسر ده عايم، يعني ملوش محدد معين. وهنا بقى يجي الدور على السنابينج تولز، ويمكن دي اللي هنختم بيها الدرس النهارده. السنابينج تولز هنا طبعا الايه الاورينتيشن اللي هي الكوردينيت سيستم اللي موجود في 3 دي اس ماكس، هنا اسمها ترانسفورم اورينتيشنز. غالبا ما بنحتاجش نغيرها، يعني هي بيبقى جلوبال بتاعها كويس. طبعا احنا عارفين ان اللوكال ليه برضو احتياج، الكيرسر طبعا اللي هو كانه يعني زي الوركينج بيفت جوه الماكس. ف اوكي
مفيش مشاكل يعني، كل ده بيبقى كويس ومفيد. وطبعا النورمال ده بيبقى كويس قوي في الموديلنج، بس غالبا هو البلندر شغال بكوردينيت سيستم، يعني بيفهم شوية عن الماكس يعني، فغالبا ما بتغيرش الترانسفورم اورينتيشنز دي كتير. في بعد كده عندك البيفوت بوينت، ديت هي معناها ان انت عايز تحط البيفوت بوينت في المالتيبل اوبجكتس ازاي، يعني يتعاملوا ازاي. فهنا بيبقى في ميديان بوينت اللي هي طبعا نقطة وسطى، يعني لو انا اخترت مثلا كيو كده ودوست على دول كده، فهتلاقي الترانسفورميشن بتاعي ميديان بوينت، منطقة وسطى، تمام؟ يعني ما بياخدش اوريجين معينة، مش واخد اوريجين بتاعت اوبجكت معين. فهنا انت ممكن لا تغيرها، تلاقي مثلا ايه الاكتيف اليمنت هياخد الايه الاوريجين بتاع الاكتيف اليمنت. فلو انا مثلا اخترت البوكس ده، احنا خلينا الاوريجين بتاعه هنا، لو انا اخترت ده هتلاقي الاوريجين اتنقل للبوكس ده، فبالتالي هيبقى ده محور التحريك بتاعي زي ما احنا شايفين. فبتبقى مفيدة طبعا، بس برضو ما بنغيرهاش كتير، وخصوصا في الستيجينج بارت او البروسيس. فخلينا في الميديوم بوينت اللي هو بيبقى المنطقة الوسطى او النقطة اللي هي ايه الوسطى بتاعت التلات بوكسات دول. في طبعا عندك الباوندينج بوكس سنتر، ده لو انت اكتفته هتلاقي فيه اختلاف شوية في تحديد المنتصف بتاع الكلام ده، لانه هيلف زي بوكس على الايه المكعبات دي او العناصر ديت اللي احنا مختارينها، فبيبقى فيه اختلاف طبعا. وده 3D كيرسر لو انت محدده بيبقى هو محور التحريك بتاعنا. فده باختصار يعني، دول الحاجات اللي احنا بنحتاجهم. طبعا الـ individual elements مش محتاجة شرح يعني، كل واحد مع نفسه على حسب الـ origin بتاعته. فواضح يعني، واضح الغرض من الـ pivot points. فخلينا في الـ medium point اللي هي ايه الـ default. نيجي بقى للـ snap أخيرا. ففي مغناطيس زي اي برنامج يعني بيحط السناب كمغناطيس، وممكن تاكتفه ب اكس. وبرضو علشان لمعلوماتك يعني، انت ممكن تعمل اساينمنت لاي شورت كات في الدنيا، يعني انت ممكن تعمل شورت كات مثلا للكوره دي. لو انت الكوره دي مثلا ليها شورت كات، هتلاقي حاجه اسمها شينج شورت كات، فمعنى كده ان الزرار ده ليه شورت كات انت هتغيره. فتقدر تعمل شورت كات لاي حاجه تقريبا يعني، ما عدا بس المنيوز دي بتبقى ليها شورت كاتس خاصه يعني. ف يعني هي إيه غالبا ما لهاش شورت كات يعني، هو طبعا يعني ايه الفكره ان انا ادوس زرار يطلع لي المنيو دي يعني، الموضوع مش مستاهل يعني، هي يعني. لكن السناب نفسه اوكي، بتدوس اكس بيبقى السناب شغال، وخصوصا لو انت مش بتعمل حاجه. لكن لو بتعمل حاجه الاكس ده اللي هو اكس اكسس، فهتلاقي مش بيقفل السناب. ممكن تغير الزرار بحيث ان هو ما يعملكش لخفنه في الستيجنج بروسيس، لو انت بتحرك حاجه او الكلام ده ودوست اكس تلاقيه يشتغل سناب او ما بيشتغلش اصلا على حسب. فممكن تغير الشورت كات زي ما قلنا، رايت كليك اساين شورت كات لو هو مش موجود، ولو هو موجود هيقول لك تشينج شورت كات. يعني هو طبعا هو اكس، فمش عارف ليه هو معمول اساين يعني، بس تمام اوكي يعني. تقدر تعمل تقريبا شورت كات لاي حاجه موجوده في البرنامج. فنيجي بقى للسنابنج منيو شكلها ايه عشان نفهم نشتغل ازاي. اول حاجه انكريمنت، انكريمنت دي بتبقى على حسب الجريد. فلو دوست سناب دلوقتي وجيت احرك البوكسز هتلاقيها بتتنطط على انكريمنتس معينه، الانكريمنتس دي بتبقى متحدده بالجريد. فيعني احنا مش بنحتاجها كتير، فغالبا بنقفله وبنركز على الفيرتكس، فمش بنقفله بحاجه يعني، انت بتختار حاجه تانية بايه بينقل عليها على طول. فنبدا بالفيرتكس. الفيرتكس يعني بتبقى ليها سيتنج يعني بسيط، يعني ابسط سيتنجز فيهم، وغالبا دي اللي بنشتغل بيها يعني، ما بشتغلش كتير قوي بالفيس او الايدجز يعني، نادرا يعني. فهتلاقي في هنا فيرتكس، في تارجت كلوزست
وديت بتبقى اقرب نقطة للسنابينج تول بتاعتك. هنا عندك السنتر، وده بيبقى مركز او الاوريجين بتاع الاوبجكت بيسناب على التارجت تقريبا. ميديان نفس الموضوع، يعني مش عارف ايه السر، بس زي ما قلنا الفرق، يعني ده بيبقى بالاوريجين والتاني المفروض بالمتوسط بتاع الاوبجكتس. وفي طبعا الاكتف، واضح من الاسم ان هو بيبقى على حسب الاكتف سيلكشن لو انت مختار كذا حاجة. طب ما نشوفها بشكل تطبيقي شوية عشان نقدر نفهم. فاحنا دلوقتي عندنا 3 بوكسز، اوكي؟ فانا لو اخترت الاثنين دول وعايز اسناب على الجدع ده، اوكي، او العكس، يعني انا عايز اخلي ده يبقى بنفس الروتيشن مثلا ده. فلو انا دوست على السناب وخليتها كلوسست، ايه اللي بيحصل هنا؟ عشان تبدا تحرك، ممكن تحرك من البيفوت بوينت بتاعتك اللي هي دي، او انك انت تتحرك من بوينت انت عايزها. والكلوسست هنا ميزتها انك انت مش لازم تشاور على الحته اللي انت عايزها بالظبط، يعني انت ممكن بس قريب منها وهو هيفهم ان انت عايز البوينتس دي. فلو انا دوست ميدل كليك كده وقربت، هتلاقي بص شايف السناب شغال ازاي، بيلقط على حسب البوكس الصغير لانه ده يعتبر اقرب نقطه. وفي نفس الوقت ايه، هو كانه الاكتف، يعني لو انا دوست كده هتلاقي ان هو بيسناب على حسب الاكتف بوينت بتاعت الايه، البوكس ده، البوكس ده الاوريجين بتاعته اهي، فهتلاقي دي الاكتف بوينت بتاعته بتسناب هنا. لكن يفضل ان الاوريجينز بتاعتك كلها تكون سنترد تو جيومتري علشان السناب بيشتغل بشكل افضل. يعني لو انا قربت كده هتلاقي بص هوب يروح ناطط في نقطة الايه، البيفوت بتاعت الاوبجكت ده، لانه هو يعتبر الكلوسست، يعني يعتبر الاكتف، سوري. لكن لو انا خليتها كلوسست هتلاقي ان النقطة اللي هيسناب عليها مختلفة شوية. بصوا هتلاقيه بيسناب على النقطة اللي قريبة من السهم اللي انا بشتغل بيه، لكن مش الاوبجكت. يعني لو انا اخترت كده هتلاقي ايه، سناب على حسب الايه، الكيرسر بتاعي، اقرب حاجه للكيرسر يعني مع الايه، التارجت، اوكي. فدي بتبقى حلوه، اغلب الوقت بنستخدم الطريقه دي اللي هي ايه، الاقرب يعني، هي والسنتر طبعا. لكن الاثنين التانيين نادرا ما بنحتاجهم، يعني مش بنحتاجهم كتير. يعني السنتر هنا هتلاقي الموضوع مختلف، يعني لو انا سحبت ده كده هتلاقي بص يجيب لك نقطة المنتصف بتاعت ايه، المكعبين، لكن ما يجيب لكش المنتصف بتاع الاوبجكت ده. طب لو انا عايز المنتصف بتاع الاوبجكت ده مع الاوبجكت ده، هتروح دايس شيفت بحيث ان ده يبقى الاكتف، وبعدين تخليها اكتف. فبالتالي لما اسحب كده هتلاقي ايه، يسناب على نقطة الاصل بتاعت الايه، الاكتف اوبجكت. كويس اوي. طيب في ايه تاني؟ دي كده فهمنا التارجت يعني وانواعه. دلوقتي ننقل بقى على السيتنجز بتاعت الفيرتكس. هي ما فيش غير سيتنج واحده بس اللي هي الاين روتيشن تو تارجت. يعني لو انا دوست كده وبعدين رحت محرك كده، بص هتلاقي الروتيشن بتاع الحاجه بيبقى على حسب النورمال بتاع الفيرتكس. هي الى حد ما بتنفع في بعض المواقف، لكن عموما مش بنحتاجها بالطريقه دي او بالشكل ده كتير، فبالتالي بتبقى مقفولة أغلب الوقت. نيجي بعد كده للإدج، نفس الحكاية بتاعت الفيرتسيز، نفس الموضوع بس على الإدجز. هتلاقي إن هو بيسناب، بص يعني مش سناب قوي، يعني تلاقيه بيتزحلق على الأحرف بتاعت الأوبجكت للإدجز يعني. بس ده الفرق ما بينه وما بين الفيرتكس، ونادرا ما بنحتاج السناب بتاع الإدجز، يعني ما أعتقدش إن إحنا هنحتاجه كتير برضه. نيجي بعد كده للفيس. الفيس هتلاقي فيه حاجة جديدة اسمها Project Individual Elements، هنعرف دلوقتي ايه الفرق يعني. فلو انا حركت ده كده هتلاقي الفيس اهو، بصوا شايفين بيحصل ايه، الاتنين بيتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه بدون اي مشاكل. حلو جدا. فده كده الفيس سناب. لو انا قلت له Project Individual Elements، اوكي ده هيتحرك معايا، لكن ده هيبقى على حسب الاسقاط الحالي، هيبقى في اسقاط ليه خاص بيه. فيعني هي مش هتفرق معانا كتير، بس بتلاقي ان ده بيتحرك غير اللي فوق، يعني هتلاقي
ده مثلا بيلزق في الاوبجكت وده لا عادي ماشي في خطه. فبس يعني ده الفرق الوحيد، لكن نفس الموضوع برضو الاين روتيشن. يعني زي ما احنا بصوا شايفين، هتلاقي ان انت الروتيشن بيأثر فقط على البوكس ده، لكن ما بيأثرش على ده بأي شكل من الاشكال. ليه؟ لان انا مشغل بروجكت انديفيديوال اليمنتس، لو انا شلتها كده هتلاقي لا كله بيحصل له روتيشن. فهمنا الفرق؟ بس فهي دي نقطة الايه السيتنج الزيادة اللي موجود في الفيس مود. بعد كده في طبعا عندنا الفوليوم، بيعمل سناب حسب الفوليوم بتاع الاوبجكت، وده يعني تحسه مش فارق كتير ما بينه وما بين الفيس، يمكن بيدخل جوه شوية بس كمان، يعني تحس انه مش شغال سناب تقريبا. فبس يعني ده بالنسبة لأوامر السنابينج ككل. وبكده نوصل لنهاية درس النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية هنبدأ ندخل في بعض الأوامر العامة تاني، وبعدين ندخل على الموديلينج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.